شكري. فاحنا يعني في الحكايه ماشي مش هنعطل ان شاء الله. يعني المرات اللي جايه برضو برد على كان سؤال الحفلات اللي جايه موزعين مختلفين, مش دايما كل الحفلات نفس الموزع. يعني هتلاقي مثلا محمد فوزي في حاجات عنده يليق عليها موزعين من الشباب, هتلاقي سيد درويش برضه على فكره ينفع برضه موزعين من الشباب. فالموضوع الحمد لله مش واقف. يعني اهو عملنا تاريخ لحفلة 14 فبراير, ووراها التاريخ بعد رمضان على طول ان شاء الله ابريل هيبقى بعد شهر رمضان هنعمل الحفلة اللي جاية اللي هي انا لسه ما استقررتش هي. بس الباقي انا مذاكر مجموعة كبيرة طبعا. المشروع فعلا بقاله 22 سنة يعني قلبي ودني كده, فبحضر كل ما الاقي قدام. يعني مثلا منير مراد ده ما يتسابش. يعني هتلاقي مثلا واحد زي يعني كلنا كل المطربين اللي في مصر من تاريخ معرفنا الغنى لغايه دلوقتي كلنا في صوتنا فيه شجب الا محمد فوزي ومنير مراد, صوته بيضحك. فالحانه كمان بتضحك, الحانه فيها كده فرحه. فمش هنسيب طبعا